جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إنني أسكن بعيدا عن المسجد، وسمعت أنه لا تجوز صلاة الظهر في يوم الجمعة على وقتها إلا بعد خروج الناس من المساجد، وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الذي سمعته غير صحيح. يجوز للمرأة أن تصلي إذا سمعت النداء، إذا سمعت النداء لصلاة الظهر أو لصلاة الجمعة جاز لها أن تصلي الظهر ولو لم يصلي الرجال ولو لم يخرجوا من المساجد.